صاحب الاثنين. في الحقيقة سأرتجل هذه الكلمة لأني لم أعد لها من قبل، وقد تخونني العبارات والكلمات في مثل هذا المقام. السيد الرئيس، السيد القائد، خبرنا مع القرب ولا نشهد إلا بما رأينا منكم من جميل صنع وحسن عمل. فإن كان الرضا يشمل خيرة الناس على وجه الأرض فأقول لكم هنيئا، فقد نلتم محبة الخلق بعد محبة الخالق عز وجل. أن تنتقلوا إلى عائلة، إلى عالم، وإلى دوائر أكثر أهمية وأكثر تعقيدا من حيث بنيتها ومن حيث مشاكلها وبالمعايير الدقيقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في هذه المرحلة بالضبط، فهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد حباكم برضاه. السيد الرئيس، كختاما لمشواركم بالإدارة المركزية، فهو شريف لكم ولمساركم المهني الذي أفنيتم زهرة شبابكم فيه، فهنيئا لكم بما نلتم. السيد القائد، خبرته أخا وصديقا، أقول له هنيئا لك. فنعتبرك من الناجحين في بداية مسارك المهني. فإن كانت هذه المرحلة التي قضيتم بين ظهرانينا خلال 6 سنوات خلت، فقد أبنتم عن عروة كعبكم، وقد رفعتم المستوى عاليا. نسأل الله أن يكون من سيتقلد المسؤولية بعدكم خير خلف بخير سلف. قيادة زركم معروفة بتلاوينها ومشاكلها التي لا تنتهي، والتي تقتضي من الإنسان أن يكون مواكبا حاضرا ليل نهار للسهر على حلحلة المشاكل وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة الذي أراد صاحب الجلالة أن يكون منهجا لخدمة رعاياه التي استرعاهم عليها السلطة المواطنة. لن نقول لك وداعا سيد القائد ولا السيد الرئيس، سنقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله. فكيف ما كنقولوا الدنيا قصيرة، اليوم معنا غتمشي، غدا إن شاء الله نتمنى رجوعك لمنصب أعلى وأسمى، ومرحبا بكم في كل وقت وحين. فخبرنا بكم الإخوة وخبرنا بكم المسؤولين، فأقول لكم مجددا باسمي وباسم ساكنة إسر خاصة وساكنة زرق عامة، هنيئا لكم، وطبتم مقاما بين ظهرانينا، حللتم أهلا ورحلتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.